نعم شريك كريم، الأخ يقول أريد الزواج وناوي يتزوج وأعمل ولا يوجد تيسير في جمع المال من أجل نفقة الزواج، ولا أعرف ما الأسباب. يعني هو عنده نية في الزواج. أصدق الله يصدقك. نعم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اسقيه عسلا يشتكي بطنه، اسقيه عسلا، شرب عسل مرة جاء قال اشتد الأمر عليه، قال اسقيه عسلا، فجاءه في الثالثة قال اشتد الأمر عليه، قال اسقيه عسلا كذبت بطن أخيك وصدق الله، فيه شفاء للناس. نعم. أنا أقول له اسمع أصدق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف، فإن كنت من هذا الصنف أقسم بالله، أقسم بالله ممكن تمطر عليك السماء ذهبا أو فضة، أنا أقسم بالله غير حامس، سيفتح الله عليك أبوابا لا تتصورها وتنتهي من أمر النكاح، فاصدق الله يصدقك، أبشر خيرا الله تعالى سيفتح لك الأبواب. نعم. اللهم وسع على المسلمين أرزاقهم وبارك لهم أمين. فيما رزقتهم أمين. ويسر لأخينا أمر الزواج وكل الشباب سيتيسر إن شاء الله وكل الشابات الفتيات أمين. أمين.